احنا يعني مديرية الشؤون الصحية بكامل منافذها بنقول للناس ان احنا هنبقى يعني شغالين في اجازة العيد بكامل طاقتنا، سواء في المستشفيات او في الوحدات الصحية. اي خدمة حضرتك بتاخدها في الايام العادية هتروح في الاجازة هتلاقيها، جلسات التطعيم هتروح تلاقيها في مواعيدها ان شاء الله، فاتحين ومنتظرين ان الناس تتردد علينا، ومنتظرين ان كل طفل جلسة التطعيم بتاعته يوم السبت يوم الحد يوم الاثنين هيلاقي جلسة التطعيم، وهيلاقي زملائنا وزميلاتنا موجودين في منافذ تقديم الخدمة بيقدموا له الخدمة. عند حضرتك في فحص رغيب الزواج هنحدد المكاتب وهننزلها على الصفحة بتاعتنا اللي حضرتك هتتردد عليها. عند حضرتك في حان ميعاد صرف اللبن لطفلك او لطفلتك، حضرتك هتتوجه هتلاقي ناس بتصرف لك اللبن في الموعد ده بدون ادنى مشكله. كل الخدمات متاحه وكل الخدمات موجوده، مستشفيات هيبقى العيادات الخارجيه هتبقى شغاله فيها. لو حضرتك عايز تتوجه عشان تاخد الخدمه بتاعتك اتوجه، اتفضل حضرتك وخد الخدمه بتاعتك، ناهيك عن خدمه الاستقبال والطوارئ اللي هتبقى موجوده. لكن اللي انا بقوله ان الناس كلها ان شاء الله كعهدنا في كل المناسبات وفي كل الاجازات اللي بتبقى طويله جدا الناس تفرح وتتبسط وتاخد اجازاتها، واحنا موجودين عشان نخدمهم وموجودين عشان نقدم لهم خدمه بنقدمها صدقوني والله يعني بكل صدر رحب، لان ده هو واجبنا في وزاره الصحه ان احنا نكون متواجدين وعلى مدار الساعه وعلى أهبة الاستعداد في أي وقت موجودين. فبنقول للناس إن شاء الله إحنا معاكم، أنتوا فرحوا بمعيدهم وانبسطوا، وإحنا هنبقى إن شاء الله موجودين في خدمتكم. هيبقى في عيادات متنقلة كمان هتجوب الميادين وهتنزل تقدم الخدمة، هيبقى في العيادات المتنقلة اللي بتقدم الخدمة الطبية، سواء النهاردة إنك حضرتك عايز تقيس الضغط أو السكر أو مبادرات سيادة الرئيس العديدة اللي أطلقت واللي مستمرة في الوحدات إن شاء الله برضو تكون موجودة، سواء الاعتلال الكلوي أو الفحص الأمراض المزمنة أو صحة المرأة أو الكلام ده، كل الكلام ده هيبقى موجود. الحقيقة يمكن إحنا مخلصين لسه يعني مبادرة حقك تنظمي اللي استمرت على مدار أسبوعين في محافظة الشرقية، بتحقق مستهدفات كويسة جدا من وعي المواطنة والمواطن، يعني الزوج والزوجة النهاردة وحماتها وحماته بقوا النهاردة عندهم من الوعي ما يكفي ان هم ينظموا الناس، وليس قصة اللي كانت منتشرة زمان او قصة المنع، لأن النهاردة بقى قصة النهاردة ان هو بينظم وعايز وقت بين الطفل والطفل علشان زي ما بيقولوا كده يلقط نفسه ويلحق يربي ويلحق يهنن ويلحق يكبر، فده بيدي فرصة الحقيقة من خلال ده.